ليلى كيلاني مخرجة فيلم شيوع. متعلق بالاختيار اللي درتي كمخرجة؟ أنا بالنسبة لي كنت خليلة هي البطلة لأنه الأساسي هو أكونتي ليستوار، كومون أكونتي ليستوار، لأن إذا ما كانتش حكاية ما نقدروش نكتبو نكملو الفيلم. اللي شفنا بزاف هو أن كاينة ليستوار، سي فغي. عندهم واحد الإبداع في الشكل الجمالي. حيت السينما ماشي هي الصحافة، راه ماشي كنا زعما كنقد على الصحافة، ولكن كل فضاء وعنده خصوصية، وداخل الفضاء السينمائي يعني كيبان لي بأن من أهم الأهداف هو الإبداع في الأشكال الجمالية، ومن بعد في الرواية، يعني في كيفية الرواية. اللي كنبان لي أنا أهم حاجة هي نبحث هو على واحد الحلقة المفقودة. مسألة الإرث، والإرث ماشي غير الإرث ديال الأرض، إرث يعني اللي كيفتح الفضاء الخصوصية العامة، هذه اللي كانت كتهمني بزاف، يعني كيفاش يمكننا حنا كمغاربة ناخذوا التراث ديالنا. الإرث ديال الرواية، كيفية الرواية الشفافية، لوغاليتي، فواحد النوع ديال الثورة، بغات الإرادة ديالها، يعني غتدخل في واحد الحركة اللي هي ما كانش عندها الإرادة تدخل فيها. عندي جوج الأسئلة الحقيقة، واحد سؤال تقني، واحد سؤال عنده متعلق بالاختيار اللي درتي كمخرجة، في التصور ديال هاد القصة مع شخصيات اللي كنسمعوهم كيهضروا وكنشوفوهم كيفاش كيعبروا بجملة واحدة كنلقاو فيها ثلاثة لغات مثلا. بغيت غير نسأل علاش تيمة كبيرة بحال الورد مثلا ما اختاريتيش تحطها في واحد الوسط مغربي اللي المتلقي المغربي يبوس يدونتيفي ان بو بلوس ويشوف راسو فيه اكثر. هذا التساؤل على اختيار ديالك في هذا الاتجاه. السؤال الثاني اللي قلت اللي عنده صبغه تقنيه هو في الطريقه ديالك الاشتغال، واش كتكتبي تسلسل ولا طريقة الصرف في السيناريو كتكون بواحد الشكل، وملي كيدار الفيلم وكيتصور وكيدار المونتاج كتعاود الكتابة ديالو بشكل ثاني، حيت كانت لا ناراسيون فيها ان فايفيان، واحد لو شوا ديال المونتاج اللي خص الحقيقة المتلقي ولا الجمهور يكون عنده واحد دراية باللغة السينمائية باش يتبع يوصلوا كاع لي زانفورماسيون، أولا خصو يشبر داكشي ويعاود يسدو في مخو. هذا غير واش السيناريو اللي مكتوب هو اللي تصور، ولا هذه إعادة كتابة أخرى للسيناريو؟ شكرا. الأهداف ديالي هي يعني نبنيها كشخصية مرسخاش في المواطن العادي، هذه راه حروب اجتماعية وحروب لغوية داخل الباطن المغربي، يعني داخل المجتمع المغربي كاين صراعات طبقية عنيفة وكبيرة، وفي نفس الوقت من الأهداف ديالي كاع هاد الصراعات تكون مجسدة في واحد لو بلون واحد، يعني في فضاء واحد. كاين واحد النوع ديال اللوحات السينمائية قوية، وفي المرحلة الأولى الميزانية كلها مشات، يعني بكل وضوح وشفافية مشات لينا الميزانية، فرجعنا بليغاش، ولكن القصة ما كانتش كاملة، فدخلنا في واحد المرحلة الثانية بأن عدت واحد ليكريتور دو سيناريو اللي كانت مكلها نواكبوا بها تصوير اللي كان نوع من الحد، حيت كنا فريق صغير، ولكن باش نكملوا هذه القصه. ولذلك وكاع الانسان كيكونوا مكتوبين بدقه. في انتاج هذا الفيلم كان مراحل، ماشي عده مراحل. très fort يعني les réactions ديالهم كانوا قويين. انا بالنسبه لي كنت بالنسبه لي خليله هي البطله حق الفيلم،
ماشي لينا لينا المتعاقبين وقدرنا pour sa génération, pour ses, pour une autre génération. Il a raconté l'histoire pour une autre génération. Mais pour moi, Khadima, il y a un mémoire dire. En plus, il y a une caméra et une rota. Quel est le tête de rota. C'est voir raconter l'histoire. Comment raconter l'histoire. Mais il y a un catch. Il y a un matériau qui est un peu le film. Les chutes ne sont pas une histoire, c'est vrai. Dans un monde un peu différent. Il est Kilani Mokhreja, film Shuyu ou Indivision ou La Birdland. المواضيع الاجتماعية اللي كل عائلة مغربية كتعيشها ما عادش نقول كتعاني منها ولكن يعني اللي كل مغاربة كيشاركوها هو موضوع الإرث فبغيت نطرق له من ناحية ديال يعني واحد المفهوم اللي يكون شوية كبير على غير الإرث المادي شنو هي معناتها الإرث ديال الأرض الأرض ككرة أرضية ومع العلاقة مع الحي كل حي ولقينا أنه كاين مج بين تقريبا ثلاثة اللغات كيفاش زعما ما مركزتوش على غير على اللهجة المغربية وصافي في شمال المغرب في واحد الطبقه كي الطبقه ماشي غير زعما صغيره طبقات اللي والخصوص الشباب راه كيهضروا كاع اللغات حيت انا الانجليزه انا جاي هاد الاسبوع اللي فات كنت مع الشباب مع في تراكالت راه كيهضروا الشلحه والعربيه والانجليزه في شمال المغرب الشباب كتهضر الانجليزه العربيه الاسبانيه وكتخلطوا في نفس الجمل